توفي والدي منذ 5 سنوات، وقماش السترة يعني الكفن دفع فلوسه ولد عمي. قال لي كثير من الناس أنه يجب عليك أن تدفع هذه الفلوس، ما هو توجيهكم جزاكم الله خيرا؟ إذا كان ابن عمك دفع هذه الفلوس متبرعا بها فقد أحسن، وله في ذلك أجر، ولا يلزمك أن تدفع له شيئا. أما إذا كان دفعها بنية الرجوع بها ونية أخذها فإنها تدفع من شركة الميت إذا كان له شركة، أو يدفعها أحد أقاربه. الحاصل أنه إذا كان دفعها متبرعا فليس له إلا الأجر من الله سبحانه وتعالى، وليس عليك أن تحرج. أما إذا كان دفعها بنية أن يرجع بها فإنه يعطى عوضها، يعطى مثل هذه الفلوس، إما من شركة الميت وإما من مال أحد أقاربه أو إخوانه. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.